السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en mathématiques de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, on va continuer la page 206 sur la proportionnalité. Donc, l'exercice 5, on considère plusieurs carrés de côtés différents. إذن في هذا الإكزرسيس كنعتبرو عدة مربعات، وهاد المربعات عندهم دي كوتي ديفيرون. بالنسبة للمربع الأول عطاونا لو كوتي جوج، المربع الثاني ما عطاوناش، المربع الثالث لو كوتي هو 4.5، والمربع الرابع ما عطاوناش. دونك هذا لو بروميي كاري، لو دوزيام، لو تخوازيام، اي لو كاتريام. هنايا خصنا نملؤوا لو طابلو بيان سور. لا بروميير كيسيون سي كومبليتي لو طابلو، كومبليتي لو طابلو يعني خصنا نملؤوا هاد الطابلو. اذا باش نملؤوا هاد لو طابلو هذا بيان سور خصنا نستحضروا لي ريغل نتاع لير اي لو بيريمتر. دونك هنا كنلاحظوا لو بيريمتر وهنا لير. اذا غادي نستحضروا جوج ديال القواعد بالنسبه لو كاري. لو بيريمتر شنو كيساوي بالنسبه لو كاري؟ كنضربوا 4 في لو كوتي. بالنسبه لير اللي غنسميوها ا كتساوي لو كوتي فوا لو كوتي. اذا غادي نمشيو بيان سور. هذا سي ان طابلو، اسكو سي ان طابلو بروبورسيونيل ولا لا؟ هذه هي لا كيسيون اللي غادي نجاوبوا عليها. غادي نشوفوا في هذا الاتجاه هذا شنو خصنا نديرو. Donc on va multiplier par 4. Et on a le périmètre qu'on a fait 4. Ou il y a le périmètre qui a fait le tijet, on a fait 4. Donc on va diviser par 4. Donc on a fait le périmètre qui a fait le périmètre. Donc je vais le faire 4, ça a fait 8 cm. 4.11. إلا ضربناها في 4 نضربوها في 2 تعطينا 9.18. في هاد لو سونس هذا عندنا 24 وخصنا لو كوتي. دونك غادي نقسمو على 4، 24 على 4 كتعطي 6. ولكن بالنسبة لهادو بجوج ما نقدروش نحسبو. علاش؟ لأن ما عندنا لا لو كوتي لا لو بيريمتر. شكون اللي غادي يحل لينا هاد المشكل؟ سي لير. غادي نستعنو بالمساحة. دونك غادي نمشيو للطابلو الثاني، لا ليني الثالثه. عندنا لير شنو كتساوي؟ لو كوتي فوا لو كوتي. لو كوتي عندي جوج، اذا غنضرب لو كوتي في لو كوتي غتعطيني 4. هنايا عندي لو كوتي هو 4.5، غادي نضرب 4.5 في 4.5. هنا خصنا نستعملو كالكيلاتريس. دونك 4.5 غنضربوها في 4.5 ونشوفو لو ريزولتا. 4.5 فوا 4.5 كتعطينا 20.5 أو 25.25. بالنسبة للحالة الرابعة عندنا 6 في 6 36. دونك بالنسبة للمساحة احنا لقينا كلشي. ولكن هنا في هاد الحالة عندنا 9 هي المساحة. شنو كيساوي لو كوتي؟ بيان سور غادي نقلبو على العدد اللي كنضربو في نفسو كيعطي 9. دونك شكون هو؟ هو 3. اذا حنا لقينا لو كوتي وغادي نضربو في 4 باش نلقاو 12 اللي هو لو بيريمتر. دونك هكذا ملأنا لو طابلو. هنايا هذا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1. غنمشيو لا كيسيون 2. Le périmètre est-il proportionnel au côté du carré? Oui. علاش؟ لان ديجا انا حددت هنايا لو حددت لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي اللي هو 4. دونك هنا غادي نقولوا وي. علاش؟ كار لو طابلو او لا le coefficient de proportionnalité
اي 4. شنو كيعني هذا؟ يعني سي اون ديفيز لي نومبر دو لا ليني 2 سور لا نومبر دو لا ليني نيميرو 1 غادي نلقاو 4، سيتادير كاينه اون بروبورسيوناليتي، لان بي سور سي كتعطينا 4، بي سور سي سيتادير لو بيريمتر سور لو كوتي كيعطينا 4، ولكن بالنسبة للاير ما عندناش اون بروبورسيوناليتي. لاير ايتيل بروبورسيونيل، لاير ايتيل بروبورسيونيل او كوتي دو كاري جوستيفي بوكوا؟ نو. علاش؟ هنايا غادي نقولو نو، كار il n'y a pas un coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. D'accord. Il a قسمنا les nombres ديال لا دوزيام ليني سور لا بروميير ليني، ما غنلقاوش لا ميم شوز. علاش؟ الا خدينا مثلا هاد لو نومبر قسمنا على 2، 4 على 2، غادي نلقاوها ديفيرون ديال 9 على 3. هادي كتعطي 2 وهادي كتعطي 3، سيتادير ما كايناش اون بروبورسيوناليتي. غادي نمشيو ليكزيرسيس 7. ان ماغازان دو بيتزا افيش لي بري سيفون. اذا عندنا واحد المغازان كيبيع البيتزا وكيعطي هاد الاثمنه هادو. الا كانت البيتزا الرايون ديالها 6 سنتيمتر 30 درهم، 9 سنتيمتر 45 درهم، 12 سنتيمتر شحال مزاد لو رايون ديال البيتزا كيزيد الثمن. دونك بي لو بري دون بيتزا ايتيل بروبورسيونيل ا سون رايون. دونك شنو غادي نديرو؟ غنملئو تو دابور لو تابلو. غادي عندنا 6 لو رايون كتعطينا 30 درهم، الا كان لو رايون 9 45 درهم، وإلا كان لو رايون 12 كتعطينا 60 درهم. باش نجاوبو على بروميير كيستيون هنايا، لو بري دو بيتزا واش هو بروبورسيونيل ا سون رايون، شنو خصنا نديرو؟ خصنا نقسمو لي نومبر دو لا دوزيام ليني سور لي نومبر دو لا بروميير ليني، ونشوفو واش غتعطينا لو ميم نومبر اللي هو لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. دونك غادي نجيبو هنايا 3 ديال القسمات، غناخدو 30 غادي نقسمو على 6، 45 نقسمو على 9، و 60 نقسمو على 12، وخصنا نقسموهم كلهم. داكوغ، هنا تعطينا 5، هنا تعطينا كذلك 5، وهنايا 5. دونك وي، علاش؟ لان لقينا لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي، سيتادير اننا الى مشينا في هاد لو سونس اون فا ملتيبليي بار 5، و الى مشينا في لو سونس كونترير اون فا ديفيزي بار 5. دونك من خلال هاد لا ديمونستراسيون، دونك كيس كون فا دير؟ وي لو بري دو بيتزا، ثمن البيتزا، لو بري دو بيتزا اي بروبورسيونيل، اي بروبورسيونيل ا كوا؟ اي بروبورسيونيل سون رايون. اذا صاحب البيتزا ما مثلا نورمالمون هو بلوس كتكبر البيتزا كينقص الثمن. كنلقاو في بعض الاحيان مثلا كتلقى هكذا، بلوس انت كتدي بزاف لا كونتيتي بلوس الثمن كينقص، ولكن هو لا، هو داير اون بروبورسيوناليتي. لا دوزيام كيسيون، سعيد ا مونجي دو بيتيت اي فاطمه اون غراند. اذا سعيد كلا جوج ديال البيتزا الصغار، فاطمة كلات واحدة كبيرة. كيا بيي دو بلوس. دونك غادي نحسبو. دونك بالنسبة لسعيد شحال خصو يخلص؟ كلا جوج ديال لي بتيت، غنضربو جوج في 30 كتعطينا 60 درهم. بالنسبة هذا سعيد، بالنسبة لفاطمة كلات وحده كبيره، اذا وحده كبيره غتكون ب 60 درهم. دونك شنو غادي نقولوا؟
ils ont payé la même chose. Donc, ils ont payé le même prix. علاش لو ميم بري؟ لان كاينه لا بروبورسيوناليتي. هذا هو السبب. دونك كي مانجي لو بلوس، كي مانجي دو بلوس، اذا ils ont mangé la même chose, ils ont payé la même chose. سعيد شحال كلا؟ الا بغينا نحسبوا 6 جوج في 6، اذا كلا 12 سنتيمتر دو رايون، وفاطمة كذلك كلات 12 سنتيمتر دو رايون. داكوغ؟ إذن إلزون عاوتاني مونجي لا ميم كونتيتي، إلزون مونجي لا ميم كونتيتي، كلاو بحال بحال، يعني غير كل واحد كيفاش شافها، ولكن هما نورمالمون كلاو سي لا ميم شوز، ولكن واحد قال غناكل جوج، غادي ناكل ربما بزاف ونخلص قل، ولكن هما في نفس الوقت نورمالمون راه كلاو لا ميم شوز وخلصوا لا ميم شوز. داكوغ؟ دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس سيفون، غوكوبي او لا غوبرودوير اي كومبليتي لو طابلو دي زيشيل سيفون. هنايا عندنا سكون نابيل، عندنا لا لونغور ريال، وعندنا ليشيل، وعندنا لا لونغور سور لو بلون. اذا هنا كيفاش كننتقلوا من، حنا كنعرفوا بان هاد ثلاثه ديال لي غروندور بيناتهم واحد لا بروبورسيوناليتي، كاينه واحد لا بروبورسيوناليتي. اذا خصنا نستحضروا هنايا كيفاش غادي نمشيو من هادي لهادي. هنا عندنا لا لونغور ريال، الا بغينا نمشيو لا لونغور سير لو بلان شنو خصنا ندير؟ خصنا دونك غادي ناخدو ديك 24 وغادي نضربوها في السلم. دونك هنا غادي نضربو دونك باش نلقاو هادي لا لونغور سور لو بلون، خصنا نضربو لا لونغور ريال في لاشيل، اولا غادي نقسمو لا لونغور ريال على لو دينوميناتور د ليشيل. يعني دابا بغينا نلقاو هاد لا فالور هادي شنو خصنا؟ خصنا 24 غادي نضربوها في 1 على 300، ولكن هاد لا فالور غادي تجينا باش؟ غادي تجينا بالمتر، وحنا خصنا نحولوها للسنتيمتر. دونك غنديرو هاد القسمه 24 مقسومه على 300 كتعطينا 0.08 متر، ولكن بالسنتيمتر هي 8 سنتيمتر. اذا هنا غادي تجي 8 سنتيمتر، 8 سنتيمتر. دونك غادي نمشيو للحاله الثانيه، سي با كرافيت. دونك غادي نمحي هادشي، نعاودو نديرو هنا، غادي نعاودو نحسبو الاخرى. دونك بالنسبه للحاله الاخرى، عندنا ما عندناش لا لونغور ريال، اذا غادي نقسمو على السلم. عندنا 25 سنتيمتر، دونك هاد الحاله هادي عندنا 25 سنتيمتر، غادي نقسموها على ليشيل، يعني مقسومة على 1/2000، ستدير غادي نضربو في السلم، في مقام السلم 25 × 2000، والنتيجة باش غتجي؟ غتجي بالسنتيمتر، ومن بعد خصنا نحولوها للمتر. إذن 25 إلا ضربناها غتعطينا 50، علاش؟ لأن هادي غادي تمشي مع لاخر، دونك غتعطينا 50، وغنزيدو 3 د الأصفار. وبما أننا دونك هنا تعطينا 500، دونك 25، دونك إلا حيدنا جوج ديال الأصفار تعطينا 500 متر. وي دونك هنا غادي تجي 500 متر. إيه
حيت السلم كبير، السلم كبير. دونك هنايا غنمشيو للحاله الاخرى. هنايا ما عندناش السلم، السلم شنو كيساوي؟ لشال كيساوي الحقيقه او لا 31.5 على. اذا السلم كيساوي لا فالور سور لو بلان مقسوم على لا فالور سور الحقيقه، دونك سور 54. ولكن 54 غنحولوها للسنتيمتر، دونك غنزيدو جوج اصفار باش تكون عندي هنا سنتيمتر وهنا سنتيمتر. هادشي ديجا درتوه في السنه السادسه ابتدائي. دونك هنايا المقام ديال السلم خصو اولا البسط خصو يساوي واحد. الا ما كانتش 5400 نتمنوا انها تقسم على 31.5. دونك ما كتقسمش. دونك ولهذا صاحب التمرين هنا دار اون بتيت ايرور هنا، لان المقام البسط ديال السلم خصو يساوي واحد، ولكن بهذه الطريقه ما كيتقسمش، لان هنا خصنا نقسمو على 31.5 وهنا على 31.5. هذه ما كتعطيناش اون فالور اللي هي 100 فيرغول. سكي في هاد السلم هذا غنفوتوه، غادي نفوتو هذا وغادي نمشيو للحاله الاخرى. هنا شنو عندنا؟ خاصنا ليشيل عاوتاني. هنا ليشيل عاوتاني نديرو لا ميم شوز. ليشيل شنو كيساوي؟ غيساوي 100 سنتيمتر اللي هي سور لو بلان على 75 كيلومتر اللي هي سور لا رياليتي. اذا 75 كيلومتر نحولوها للسنتيمتر، نزيدو 3 الاصفار اولا غير بشويه علينا. دونك نديرو هنا الكيلومتر باش تعرفوا منين جبنا هادشي. هادي بالفوق بالسنتيمتر، إن حتى لتحت خصنا السنتيمتر، غادي نحولو للسنتيمتر، غنزيدو 3 الأصفار غنوصلو للمتر، غنزيدو 2 أصفار غنوصلو للسنتيمتر. دابا غنحيدو الوحدات ديال السنتيمتر، وغادي نرجعو البسط نتاع السلم واحد. هنا سي بون، هنا يجوز نقسم هنا على 100 وهنا على 100، غادي تعطيني هنا الفوق واحد، وهنا نحيد 2 أصفار وتعطينا 75000. إذا هذا هو السلم. هنا في هذه الحالة مزيان، ولكن في الحالة السابقة لا. غادي نمشيو للحالة الأخيرة. شنو ما عندناش فيها؟ ما عندناش ما عندناش لو بلون. عندنا لا رياليتي وعندنا السلم، ولكن ما عندناش لو بلون. إذا هنايا شنو خصنا نديرو؟ شنو قلنا كنديرو؟ كنضربو باش كنمشيو والله لو بلون، كنضربو في السلم. إذا 33 ديكامتر غادي نضربوها في واحد على 250. هاد 33 ديكامتر نحولوها للسنتيمتر، غنحول نزيدو صفر غادي نوصلو للمتر، ديسيمتر سنتيمتر على 250، ونديرو هاد الكالكول ونشوفو شنو يعطينا. 33000 مقسومة على 250، 132. إذا هنا 132 سنتيمتر. هادي غادي نعاود نتأكد نحسب ونشوف واش دونك نعاودو نحسبو، لأن خاصها تعطينا في البسط. إذا نعاودو، دونك السلم شنو هو؟ هو 31.5 سنتيمتر على 54 متر اللي هي 5400. إذا غناخدو 5400 ونقسموها على 31.5، كتعطينا عدد الفاصلة اللي هو 171.5. هنا السلم شوية سمارش با، دونك هذا كل ما يتعلق كنظن. إذا هذا آخر تمرين في هاد لاباج، دونك لابخوشين فوا نفوا فواغ اون نوفيل باج.